السلام عليكم أعزائي طلاب ثانوية عامة، أهلا وسهلا بكم. نلتقي مع بعض في شرح واجب الحصة الثانية. طبعا كل واحد مننا بيبقى حل الواجب الأول وبعدين بيصحح معايا النقاط اللي بيلاقيها غلط، بيشوفني بقول غلط ليه، إن ما فهمهاش فطبعا بيتواصل معايا على رقمي الفودافون. تذكر الشعار بتاعنا يا صديقي، احفظ كلمات وافهم قواعد وحل كتير كتير كتير، هتجيب 40 من 40 إن شاء الله في اللغة الفرنسية مع مسيو أحمد عماد. يلا بينا مع بعض إلى الامتحان رقم 1 اللي هو في صفحة رقم 20. الامتحان رقم 1 بيقول لي لي سو دوكومون بوي ريبوند او كيستيون، اقرأ القطعة ثم أجب على الأسئلة. علي اللي بيكتب اسمه في الآخر هو اللي بيتكلم، بيقول بونجور ميزامي، صباح الخير يا أصدقائي. Je présente mes affaires scolaires، أنا بقدم أدواتي المدرسية، يعني بيتكلم عن حاجته بتاعة المدرسة. J'ai un sac à dos gris et un trousse noir، أنا عندي شنطة ظهر لونها رصاصي ومقلمة سودا. Le sac a des livres de français, de maths, des sciences et d'anglais، الشنطة فيها كتب فرنساوي ورياضيات وعلوم وإنجليزي. La trousse a deux stylos, un crayon, une règle et trois gommes. والمقلمة فيها قلمين جاف وقلم رصاص ومسطرة وتلات أستيكات. J'ai aussi les baskets et le maillot sportif pour le cours de EPS. بيقول أنا أملك أيضا حذاء رياضي ومايو رياضي أي زي رياضي لحصة الألعاب. وعلي اللي بيتكلم. Choisis la bonne réponse selon le document. اختار الإجابة الصحيحة وفقا للقطعة. 1. علي بارل. علي بيتكلم إمتى؟ طبعا هو بدأ الكلام بتاعه ببونجور فاختار لو ماتان الإجابة ب. 2. سات إلاف أ، هذا التلميذ يملك. الإجابة الصحيحة الأولى إن تروس إي أنساك، مقلمة وشنطة. 3. علي بارل أ، علي يتحدث إلى سي كوبان إلى أصحابه. 4. لو ساك أ، الشنطة بنلاقي فيها دي ليفر كتب. نروح مع بعض إلى القطعة التانية. برضو هنا البنت زوي هي اللي بتتكلم، بتقول بونجور لور، هاي لورا أو صباح الخير يا لورا. سافا أنت بخير. Je t'envoie la photo de mes grands-parents. أرسل إليك صورة جدودي. Mon grand-père a 72 ans. جدي عنده 62 سنة. Il a les yeux verts et les cheveux blancs. عينيه بتكون خضرة وشعره أبيض. Il a une jolie barbe. لديه دقن جميلة. Il est sympa avec ses lunettes rouges. اي سا كاسكات بلو، هو بيكون لطيف بنضارته الحمراء والكاب الازرق بتاعه. ما جران مير ا سانكون نوفون، جدتي عندها 59 سنه. ال اي مانس اي بوتيت، هي بتكون رفيعه وصغنونه يعني قصيره. سيزيو سون بلو، عينيها زرقاء. الي بلوند، هي شقراء. موا جو ني با دو تونت، مون بير اونيك، انا ما عنديش خالات، بابايا بيكون وحيد. زوي طبعا هي اللي بتتكلم. شوازي لا بون ريبونز سولون لو دوكومون، اختار الاجابه الصحيحه وفقا للقطعه. 1. لو جران بير دو زوي ا، جد زوي عنده طبعا 62 ans، عنده 62 سنه. نمرو 2. لو جران بارون اون، الجدود عندهم ان فيس، ابن واحد، لان هي قالت باباها اونيك، وحيد. نمرو 3 لا غران مير اي، الجده بتكون بلوند، شقراء. نمرو 4 كيا دي لونات روج، مين اللي عنده نظاره لونها احمر؟ طبعا ده الجد، لو غران بير الجد. بنروح بعد كده الى سؤال السيتواسيون. 1. تو ام لير اي سورفي سور انترنت او لي سي تو دي، بتحب تقرا وتتصفح الانترنت في المدرسه وبتقول. طبعا هنا الإجابة الصحيحة دي، جو في أو سي دي إي، أذهب إلى صالة الوسائط المتعددة. 2. كي لو ماري دو تا تونت، مين بيكون جوز تانت؟
طبعا بنقول له سي مون اونكل، انه اونكل. نمرو 3 اكيي لا تروس الى من تكون المألمه، طبعا لا تروس مؤنثه، فالاجابه الصحيحه ب ال ايتا توماس، بتكون بتاعه توماس. 4 تونامي تو دوموند دي لاتلاس سي كوا تو دي، زميلك بيسالك يعني ايه اطلس وانت بتقول، طبعا بقول له سي تان ليفر افيك ديكارت، انه كتاب بخرائط. نمرو 5 تو دوموند انا مي كي اس ال دي، بتسال زميلك من هذا وهو يقول، طبعا من للعاقل، فالاجابه سي سي لو بروفيسور دو فرونسي، انه مدرس اللغه الفرنسيه. نمرو 6 تو دوموند انا مي سا ماتيير بريفري تو دي، بتسال زميلك عن مادته المفضله وبتقول له بي كال ماتيير تو بريفير، اي ماده تفضل. نمرو 7 تو دوموند انا مي كومون تيي سون جرون فرير ال دي، بتسال زميلك كيف يكون اخوك كبير، وهو بيقول ال اي موسكلي، هو بيكون معضل او لديه عضلات. وبنكمل مع بعض يا شباب السؤال الثالث، وهو سؤال الجرامير، اللي هو بيقول لي شوازي لو مو كونفونابل، اختار الكلمه الصحيحه. واحد ما مار اي مامتي، بتكون روس مفرد مؤنث. مون بير ا اون بارب، اون بارب ديت كلمه مفرد مؤنث، فهنختار بلونش الاخيره عشان مفرد مؤنث. نمرو 3 فواسي فامي، فامي مؤنثه فتاخد ما. نمرو 4 اون فاكونس جو في ا لا مونتاني، الا مونتاني عشان مونتاني مفرد مؤنث. نمرو 5 نو ال نا با اونكل، النفي بيخليني اختار دو او دي ابوستروف، وهنا اخد دي ابوستروف عشان الكلمه اللي بعد النقط مبدوءه بحرف متحرك. نمرو 6 نقط اون، اون بتخليني اخد نو، نو اون في ضمائر التاكيد. نمرو 7 ا كي يي لا تروس، الى من تكون المألمه. نمرو 8 كاسك كاسكيل يا، طبعا عندنا اكسبريسيون اليا اللي هو بمعنى ماذا يوجد. بعد كده بنروح الى الايميل اللي بيقول لي فيه، الاول هنتكلم عن الترجمه بتاعه الايميل اللي بيقول لي فيها طبعا الاول هنترجم سالو جون، هاي جون، كال جور ام تي او ليسي، ايه اليوم اللي بتحبه في المدرسه، بوركوا ولماذا، تو بريفير كال ماتيير، انت بتفضل اي مواد، اورفوار الى اللقاء. فسالو سالو هاي هاي، طبعا حضرتك هتكتب ورايا سالو هاي، ايه اليوم اللي بتحبه في المدرسه، هقول له مثلا جيم لو جودي، بحب يوم الخميس. ليه؟ هقول له علشان كار، معناها علشان سي لا دورنيير جور، سي لا دورنيير جور جورني اليكول، لان ده بيبقى اخر يوم للمدرسه. بيقول لي انت بتفضل اي المواد، فهقول له جو بريفير لي مات، افضل الرياضيات، اي لو فرونسي، واللغه الفرنسيه. وفي النهايه طبعا هقول له اورفوار، الى اللقاء. جون اللي بيتكلم طبعا، اللي هو كان بدانا بسالو جون. بعد كده بيقول لي اكري دو 15 ا 20 مو دون سو سوجي، اكتب من 15 ل 20 كلمه في هذا الموضوع. بيقول لي بارل دو تون امبلوا دو تون لو لوندي، اتكلم عن جدول مواعيدك او جدول حصصك يوم الاثنين. هتتكلم عن كال ماتيير، المواد، كومبيان دو كور، كم حصه في اليوم، واكالور، في اي ساعه. فطبعا هنا بقول له سي، او هخليه عنوان لا جورني، لا جورني سكولار، اللي هي معناها اليوم الدراسي.
حضرتك بتكتب معايا وبتترجم معايا. سي او لو لوندي، انه يوم الاثنين. جو في ا ليكول، انا بروح المدرسه. ا ويتر، في الساعه الثامنه. وبعدين بقول له جي، انا عندي مثلا سيز كور، ست حصص، عندي ست حصص. هنقول جي انا عندي ان كور دو فرونسي، عندي حصه فرونسي. دو كور دو مات، عندي حصتين رياضيات. و دو كور ضرب، حصتين عربي. اي ان كور دو جيو، اللي هي جغرافيا، وعندي حصة جغرافيا. جو في ا لا ميزون، برجع البيت. ا دو زور، في الساعة الثانية. ابري ميدي، بعد الظهر. يبقى ديت كل الفكرة في الكتابة. نروح مع بعض يا شباب إلى الامتحان رقم 2. برضو بدأ ب أجب لي سي دوكومون بوي ريبوند أو كيستيون، اقرأ القطعة ثم أجب على الأسئلة. ناتان بيقول بونجور مسيو، جو سوي كوبان دو ستيفان، صباح الخير سيدي، أنا صديق ستيفان. الأب قال له بونجور، جو سوي سون بير، ستيفان سي تون كوبان. قال له صباح الخير أنا باباه، وبينادي على ستيفان وبيقول له إنه صديقك. استيفان بيقول له وي بابا سيكي، ايوه ماشي يا بابا، مين؟ قال له سي موا ناتان، بيرد بيقول له انا ناتان. استيفان قال له انشونتي، اهلا وسهلا بيك او اتشرفت بيك. اون فا دون لو سالون، يلا نروح الى الصالون. ناتان قال له داكور تو في لو دوفوار دي اس في تي، موافق انت بتعمل واجب الاحياء. قال له نو جو تاتوند بور لو فير انسامبل، لا انا مستنيك علشان نعمله مع بعض. شوزي لا بون ريبونز سولون لو دوكومون، اختار الاجابه الصحيحه وفقا للقطعه. واحد ناتان دي بونجور، بيقول بونجور. طبعا ناتان بيقول بونجور ا او ا سون بير، الى بابا. نو نو او بير دو ستيفان، الى بابا ستيفان، مش بابا هو. نمبر 2 ستيفان اي لو بوان دو ناتان، ستيفان بيقرب ايه لناتان؟ طبعا بيقرب ان هو صديقه سون كوبا. ناتان فا شي ستيفان ا، ناتان بيروح عند ستيفان الى ساميزو، بيته. طبعا راح الى بيته. نمرو 4 ايل فون فير لو دوفوار دي، هما بيعملوا دوفوار بتاع الاس في تي اللي هي الاحياء، او بمعنى ادق علوم البيئه والجيولوجيا. القطعة الثانية أرتور بيقول كياس سور لا غران فوتو، مين اللي موجود في الصورة الكبيرة دي؟ بيرتراند قال سي مون غران بير ناتان، إنه جدي ناتان. فأرتور رخم بيقول له سي لو بير دو تون بير أو تا مير، ده بابا باباك ولا بابا مامتك؟ قال له سي لو بير دو ما مير، ده بابا مامتي. إلي إبري ديناميك، هو دائم الحركة وضخم. Il joue très bien au basket ou bien à basket كويس جدا. Arthur قال il a quel âge ton grand-père، عنده كم سنة جدك؟ رد Bertrand قال له il a 60 ans، عنده 60 سنة. Arthur قال له super، رائع. Il est génial avec ses lunettes rouges et sa barbe blanche، رائع، هو يكون رائع بنضارته الحمراء ودقنه البيضاء. Bertrand قال له voici la photo de ma grand-mère، وهي صورة جدتي جولي. elle a 58 ans، جوليا عندها 58 سنة. elle préfère regarder la télé، بتفضل تتفرج على التلفزيون. le week-end je vais à la bibliothèque avec elle، في الويكند انا بروح المكتبة معاها. choisis la bonne réponse، اختار الإجابة الصحيحة. numéro 1 la grand-mère de Bertrand a، جدة برتران عندها
5 ans, 8 ans. Il y a l'Igaba D. 2. Le grand-père de Purtron préfère Ged Purtron بيفضل بيفضل الاسبور الرياضة لأنه الراجل إبر ديناميك ودائم الحركة. بعد كده نمرو 3 دون لو ديالوج برترون بارل دو في الحوار برترون بيتحدث عن طبعا هنا بيتكلم عن جدوده. نمرو 4 برترون فا ا لا بيبليوتيك برترون بيروح الى المكتبة يقول في الويك اند بروح الى المكتبة مع جدتي الويك اند طبعا اللي هي الاجابة دي. بعد كده بنروح الى جزئية السيتواسيون نمرو 1 تو ديكري تا سور تو دي انت بتوصف اختك وبتقول سي ال اي بلوند ايمانس هي شقراء ورفيعة. 2 انامي تو دوموند دو ديكري تا كلاس ال دي صديقك بيطلب منك انك توصف فصلك وبيقول طبعا هو اللي بيسأل يبقى يقول كاسكيليا دون تا كلاس ايه اللي موجود في الفصل. نمرو 3 تو يا مال تو دي تشعر بألم وتقول اي مي جامب اه يا رجلي. نمرو 4 كاسكو تو نيم با او ليسي ماذا لا تحب في المدرسة. فالإجابة الصحيحة ب جو دو تيست لونجلي بكره اللغة الإنجليزية. نمرو 5 او سو تروف لو ستيلو أين يكون القلم دون لا تروس في المقلمة. نمرو 6 Tu demandes à un ami où il va pour jouer au football, il dit. بتسأل زميلك أين يذهب لكي يلعب كرة القدم وهو يقول دي جو في او تران دو سبور بروح ملعب الكرة. أما نمرو 7 Tu demandes à un ami les poules c'est quoi, il dit. بتسأل زميلك يعني إيه كتف وهو بيقول طبعا الكتف c'est une partie du corps إنه جزء من الجسم. بعدها بنروح إلى سؤال الجرامير نمرو 1 أفير تو يا دون لو ساك أفير جمع مؤنث فهناخد لها أ. دو كومبيان دو ليفغ دايما كومبيان دو زائد اسم جمع. 3 جيكري أفيك لا ما لأن كلمة ما مفرد مؤنث اللي هي اليد. 4 إليا دي رومان أو سي دي إي لأن سي دي إي مفرد مذكر. نمرو 5 أو ليسي إل نيا با دو تران ده طبعا نظرا لوجود النافية أخذنا دو. نمرو 6 parle moi du نقط أمي أمي مفرد مؤنث بس مبدوء بحرف فويال فهتاخد طن يبقى كلمني عن صديقتك الجزائرية. أما نمرو 7 je نقط ma grand-mère يبقى je décris أنا بوصف جدتي وده في الوصف. أما نمرو 8 ma mère a les cheveux جمع مذكر فهاخد نوار التالتة. نروح بعدها إلى السؤال اللي هو الخاص بالإيميل الأول هنترجمه بيقول لي سالو هاي أكالور تو فا أليكول في أي ساعة تذهب إلى المدرسة. تو يا كومبيان دو كور باغ جور عندك كم حصة يوميا. تو في كوا أبغي ليكول وماذا تفعل بعد المدرسة. فبقول له سالو هاي طبعا هاي هاي مفيش حد أحسن من حد. Je vais à l'école. أنا بذهب إلى المدرسة. À 8h في الساعة الثامنة. عندك كم حصة يوميا؟ هقول جي 6 cours. عندي 6 حصص par jour اللي معناها يوميا. تعمل إيه بعد المدرسة؟ Après l'école بعد المدرسة. Je fais mes devoirs. أنا بعمل واجباتي. طبعا ده كلام مثالي قوي وفي النهاية أبلوس إلى اللقاء. نروح للسوجي اللي هو بيقول لي فيه إكري دو 15 ا 20 مو دون سو سوجي اكتب من 15 ل 20 كلمة في هذا الموضوع. بيقول لي parle de ton emploi de temps pour lundi اتكلم عن جدول حصصك بالنسبة ليوم الاثنين. هتستخدم كلمة لوماتان الصبح وهتستخدم أميدي الظهر وهتستخدم لابريميدي بعد الظهر ولوسوار في المساء. طبعا أنا بتكلم عن اليوم كله.
فهبدأها برضو وهدي لها عنوان كده اللي هو لا جورني اسكولار، أي اليوم الدراسي. حضرتك برضو بتكتب معايا، ها، لو ماتا في الصباح جو في اليكول، في الصباح أذهب إلى المدرسة. يجي بعدها أميدي ظهرا جو في الا كانتين، أنا بروح الكانتين. بعدها لابريميدي اللي هي معناها بعد الظهر، جو ريفيان أنا بعود أ لا ميزون، برجع إلى المنزل. ويجي بعدها طبعا لو سوار في المساء، جو في مي دوفوار أنا بعمل واجباتي. لازم طبعا أتبع والتزم بالكلمات اللي هو محددها لي زي ما حضراتكم شايفينها أهو قدامكم. بنروح مع بعض بعد كده إلى الامتحان الثالث اللي بيقول لي فيه ليست دو كومون بوي ريبوند أو كيستيون. هنا مراد بيبعت من مدينة القاهرة يوم 25/4 بيقول شيرامي صديقي العزيز، Je présente ma famille، أنا بقدم عيلتي. Mon père est blanc، بابايا بيكون أشقر. Ma mère est rousse، مامتي بتكون صهباء اللون، يعني لونها أبيض محمر أو حزلقومي كده. Mon frère est musculé، أخويا عنده عضلات بيكون معضل. Ma soeur est dynamique، وأختي بتكون دائمة الحركة. Moi j'ai des cheveux blancs، أما أنا عندي شعر أبيض. J'écoute de la musique، أنا بسمع موسيقى. Ma soeur lit des magazines، وأختي بتقرأ مجلات. Mon grand-père porte des lunettes rouges، وجدي بيرتدي نظارة حمراء. Je n'ai pas de cousins، أنا مش عندي ولاد عم. A bientôt مراد، إلى اللقاء مراد. Choisis la bonne réponse، اختار الإجابة الصحيحة. Numéro 1 ce document est، هذه القطعة تكون. Une lettre خطأ. 2 مراد أ، مراد عنده أخ وأخت، اتكلم عن أخوه واتكلم عن أخته. نمرو 3 إيكود دو لا ميوزيك، بيسمع الموسيقى أو بتسمع الموسيقى. هو طبعا بيقول جيكود دو لا ميوزيك، أنا بسمع موسيقى، اللي هو مراد. مراد أ دي شيفو، ومراد عنده شعر لونه بلونك أبيض. القطعة التانية يا شباب بنسمع برضو بنترجم مع بعض. دي ارتور ا فريد اوبجي مي لوازير، ارتور بيبعت لفريد بيكلمه عن اوقات الفراغ، بيقول له سالو هاي، ميرسي بور تون جونتي ميل اي تا جولي فوتو دو فامي، بيقول له شكرا على الايميل اللطيف بتاعك وصورتك صوره عيلتك الجميله. تو يا اون فامي سيمبا، انت عندك عيله جميله او لطيفه. Je suis content d'avoir un copain égyptien. أنا سعيد إني عندي صديق مصري. Moi aussi j'ai une famille de 6 personnes. أنا كمان أنا عندي عيلة من 6 أشخاص. Le père Martin، الأب مارتن. La mère والأم. وجولي، الأم جولي. Les deux sœurs Marion et Lia، وأختين ماريون وليا. Et le petit frère Philippe، واخويا الصغير فيليب. لو ويكاند سي لو سامودي لو ديمونش، الويك اند عندنا ده يوم السبت والحد. لو سامودي جو في ا لا بيسين، يوم السبت انا بروح البيسين. بور ناجي افيك لو كوبان، لكي اعوم مع الاصدقاء. لو ديمونش جو سور افيك لا فامي او سينما او كلوب، يوم الحد انا بخرج مع عيلتي الى السينما او الى النادي. En été, je vais chez mes grands-parents à Marseille. في الصيف أنا بروح عند جدودي في مدينة مارسيليا الفرنسية. A plus، إلى اللقاء. Choisis numéro 1. En vacances d'été, Arthur va. طبعا في الأجازة الصيفية أرتور بيروح مارسي، اللي هي مارسيليا.
دو ارتور نو فا با اليكول، مش بيروح المدرسة، مش بيروح المدرسة طبعا يوم السبت لأنه عنده السبت والحد أجازة. La mère de Arthur s'appelle Mamet Arthur, اسمها جولي. أربعة، la famille de Farid A، عيلة فريد فيها برضو ست أشخاص لأنه قال له أنا كمان عندي عيلة مكونة من ست أشخاص. بعد كده situation numéro 1 tu demandes à un copain ses activités pour ses loisirs il dit. بتسأل زميلك عن أنشطته لأوقات الفراغ وهو بيقول، هو اللي هيحكي بيعمل ايه في اوقات الفراغ، فيقول انا افضل ان اذهب الى السينما. الاجابه سي. اتنين، tu indiques le nombre de personnes dans ta famille tu dis. انت بتوضح عدد اشخاص في عيلتك وبتقول، بتوضحهم يعني انت اللي هتقول، يبقى الاجابه الاخيره يوجد ست اشخاص في عائلتي. numéro 3 tu dis ta couleur préférée، انت بتقول لونك المفضل، فأقول الأولى جادور لو روج، أعشق الأحمر. نمرو 4 tu demandes à ton ami ce qu'il fait le mardi il dit. بتسأل صديقك ماذا يفعل يوم الثلاثاء وهو يقول، طبعا هيقول أي نشاط منهم، جوفي أو كلوب، أذهب إلى النادي. أما نمرو 5 بيقول لي tu demandes à un ami le nom des professeurs de maths il dit. بتسأل زميلك عن اسم مدرس الرياضيات وهو بيقول، هيقول لي طبعا اسمه il s'appelle monsieur Pierre. نمبر 6 à quelle heure la journée scolaire commence، في اي ساعه اليوم الدراسي بيبدا، فبرد طبعا بقول له اه 8 du matin، في الثامنه صباحا. اما نمبر 7 ton père tu demandes ce qu'il y a dans ta classe tu dis. باباك بيسألك إيه اللي موجود في فصلك وإنت بتقول، طبعا الإجابة الأخيرة توجد سبورة ذكية وكمبيوتر. السؤال اللي بعده هو سؤال طبعا الجرامير نمرو 1 aussi tu tu toi tu من ضمائر التأكيد. أما في 2 كوبين جمع مؤنث، فأخد لها كل التانية للجمع المؤنث. نمرو 3 جون اي موا بتساوي نو، فهتخليني اخد الو بالاو ان اس. نمرو 4 جو في او تران دو سبور ماتان، ماتان مفرد مذكر، فهاخد الاخيره لان فترات اليوم لا يسبقها حرف جر. نمرو 5 مي بارون فون او سوبر مارشي، عشان سوبر مارشي مفرد مذكر. نمرو 6 لو ديمونش جو ني با كلاس، هنا في نيجاسيون يوجد نفي، فهاخد 2. نمرو 7 ال جو بوبي، وبوبي مفرد مؤنث، فالاجابه الصحيحه ا لا، ا لا بوبي. نمرو 8 تو يا كومبيان دو، قلنا كومبيان دو دايما ياتي بعدها جمع اللي هي الاخيره. اما سؤال الايميل بيقول لي هنا في سالو غارسيا، هاي غارسيا، تو فا ا كاليسي، انت بتروحي اي مدرسه؟ كاسكيليا اوليسي، اللي موجود في المدرسه؟ كومبيان ديليف اليا اون كلاس، وعندك كام تلميذ في الفصل؟ بيزو قبولات، فبرد بقول لها سالو هاي جو في اوليسي، اي اسم طبعا مدرسه، اذهب الى المدرسه، مدرسه السلام مثلا. ايه اللي موجود في المدرسة؟ فهقول او ليسي، في المدرسة إليا، يوجد دي كلاس، فصول، ان لابوراتوار، ومعمل، اي ان كور، وحوش. طبعا ممكن اذكر حاجات كثيرة. كم عدد التلاميذ في الفصل؟ فهقول على طول il y a مثلا 30 élèves، يوجد 30 تلميذ en classe في الفصل. ده بالنسبة يا شباب إلى المال. أما الموضوع هنا بيقول لي قدم زميلك، بس مش هتتكلم من دماغك، ده بيقول لي قدم زميلك
وهتتكلم عن أوقات فراغه وعن عمره وعن شخصيته. طبعا هنا هقول je vous présente، أقدم إليكم mon copain، أقدم إليكم صديقي. أوقات فراغه il va au cinéma، هو يذهب إلى السينما au loisir، في أوقات الفراغ. il a، هو عنده 20 ans، عنده 20 سنة. الكاركتير بتاعته il est، هو بيكون sociable، بيكون اجتماعي، et sympa، ولطيف. وكده بكون عملت الموضوع اللي هو فيه قدم نفسك. بنروح بعد كده يا شباب الى الامتحان الرابع والاخير في الدفوار بتاعنا. القطعة الاولى بيقول لي دو الان روز ا اليكس، من الان الى اليكس. والأوبجيه بيحكي عن ميز اكتيفيتي المي لوازيغ، انشطتي واوقات فراغي. الان بيقول شاك جور، كل يوم. J'ai un rendez-vous devant le lycée avec Paul et Marc à 7h30. كل يوم أنا عندي موعد أمام المدرسة مع بول ومارك الساعة 7:30. Je vais à la bibliothèque le lundi. أنا بروح المكتبة يوم الاثنين. Je vais au self à midi، وبروح المطعم الساعة 12 الظهر. Je joue au tennis le mardi et le jeudi. أنا بلعب تنس يوم الثلاث والخميس. Je vais au cinéma le dimanche، بروح السينما يوم الأحد. Choisis numéro 1 ce document et القطعة بتكون en mail، اللي هي الإجابة C. Numéro 2 Alain parle de، Alain بيتكلم عن، برضو C، أنشطته وأوقات فراغه. Numéro 3 Paul est devant le lycée A. بول بيكون قدام المدرسة الساعة طبعا 7:30، اللي هي الإجابة دي. نمرو 4 ألان فا أو سينما، ألان بيروح السينما لو ديمونش يوم الحد في الأجازة بتاعته. القطعة الثانية بيقول بونسوار، مساء الخير. Je suis content de chatter avec un ami français. أنا سعيد إني بدردش مع صديق فرنسي. Je suis égyptien de cœur. أنا مصري من القاهرة. Je parle très bien français anglais. أنا بتكلم كويس جدا فرنساوي وإنجليزي. Je suis en première année secondaire. أنا في سنة أولى ثانوي. Mon lycée est grand. مدرستي بتكون كبيرة. Dans le lycée, il y a trois grands sports: foot, basket et tennis. في المدرسة فيها ثلاث ملاعب رياضية كبار، اللي عليها كرة قدم وكرة سلة وتنس. إليا أوسي أن جيمناز، توجد أيضا صالة للألعاب الرياضية للجمباز يعني. إي أون غروند بيبليوتيك، ومكتبة كبيرة. جادور لي زاكتيفيتي مانول إي لا ميوزيك، أعشق الأنشطة اليدوية والموسيقى. ما فامي إي بوتيت، عيلتي بتكون صغيرة. مون بير علي، بابايا علي. مامير منى، مامتي منى. ما سوغ سعاد ام وانا بيل، اختي سعاد واما انا نبيل. اتوا وانت. بارل موا دو تون ليسي ا باري اي تا فامي، ما تنساش بقى تكلمنا عن مدرستك في باريس وعن عيلتك. شوازي نبيل اكري لو ميل ا، نبيل بيكتب الايميل الى سي، الى صديق فرنسي. دو دون لا فامي دو نبيل إليا، في عيلة نبيل يوجد كم شخص؟ ده قال لي باباه ومامته وأخته، وهو طبعا يبقى الإجابة آ، أربع أشخاص. نمرو 3 كال لونج نبيل بارلتيل، اللغات اللي نبيل بيتكلمها؟ الإجابة الأخيرة فرونسي أونجلي. 4 نبيل إتودي دون زان ليسي، نبيل بيدرس في مدرسة طبعا أوكار، لأنه بيقول أنا مصري من القاهرة. بروح إلى سؤال السيتواسيون نمرو 1 تو دوموند ا ان امي لو نمبر دي دوا دون لا ما ال دي، بتسأل زميلك عن عدد الأصابع في اليد، وهو بيقول في اليد الواحدة طبعا. فهقول الإجابة سي، جي سان دوا دون لا ما.
اتنين، تو ديكري لو نوفو بروف دو مات، تو دي بتوصف مدرس الرياضيات الجديد وبتقول الاجابه دي il est mince et grand، بيكون رفيع وطويل. نمره 3، تون امي تو دوموند بوركوا تو فا او سينما، تو دي زميلك بيسالك لماذا تذهب الى السينما وانت تقول طبعا الاجابه pour regarder un film. نمرو 4، تو دوموند ا ان امي سي كيل يا دون سا كلاس، ال دي بتسال زميلك اللي موجود في الفصل وهو بيقول الاجابه ب il y a un tableau، توجد سبوره. نمرو 5، تو ديكري تون كوبا فرونسي، تو دي بتوصف صديقك الفرنسي وبتقول ا اليغو، هو بيكون اصهب اللون. اما نمرو 6، تو دوموند ا ان امي ا كي سون لي ستيلو، ال دي بتسأل زميلك إلى من تكون الأقلام وهو يقول الإجابة الأولى لي ستيلو سون أموا، الأقلام تكون لي أنا. نمرو 7، تو دوموند أن أمي كاسكو سي، إل دي بتسأل زميلك ما هذا وهو يقول الإجابة دي ستون كوخباي ا بابي، إنها سلة مهملات. بنروح بعد كده إلى جزئية الجرامير الخاصة بالامتحان الرابع. واحد، le peureux est à point، c'est son peureux، المكتب بيكون ليه نقط، انه يكون مكتبه، يبقى المكتب بيكون بتاعه. اتنين، il y a objet، objet جمع مذكر، فهناخد الإجابة الأولى للجمع المذكر. تلاتة، c'est globe terrestre، و globe terrestre مفرد مذكر، فهناخد الأولى. سا أربعة، il n'y a pas، النفي بيخليني أخد دو أو دي أبوستروف، وهنا هاخد دي أبوستروف عشان بعدها أورلوج مبدوع بالأش. خمسة، اي كال كولور كالور مانتينو، اللي هو السؤال بتاع ال اي كالور مانتينو، الساعة كام دلوقتي. ستة، لو ستيلو روج اي اكي، القلم الأحمر بيكون إلى من، بتاع مين. أما سبعة، أحمد تو يي، أحمد أنت بتكون ديناميك دائم الحركة. أما تمانية، تو يا كومبيان دور دو اس في تي بار سومان، أسبوعيا، بار سومان أسبوعيا. نروح بعد كده إلى الميل. بيقول لي الأول في الترجمة بتاعت الإيميل بنترجم، هاي بيير كومون تيي تا جران مير، كيف تكون جدتك، إي كال آج ال آ، وما عمرها، تون جران بير إلي نيكون، وجدك اتولد إمتى، فانسون اللي بيتكلم. فبقول له سالو فانسون، هاي يا عم فانسون، كيف تكون جدتك؟ هقول له ال اي بلوند اي مانس، هدي له طبعا اي صفه، فقلت له شقراء ورفيعه. ال ا عندها 50 طن، عندها 50 سنه. جدك اتولد امتى؟ فبقول له ال اي ني، هو اتولد le 22 juillet، اتولد في 22 يوليو. اما الموضوع هنا بيقول لي ديكري تون ليسي اون كاتر فراز، ده بيقول لي يا اخوانا اوصف مدرستك في اربع جمل. هتتكلم عن التراند سبور، الملعب بتاع الكوره، والكور الحوش، والجيمناز وصاله الالعاب الرياضيه، وما تنساش تقول ان هي ما فيهاش بيسين. فهديها عنوان في الاول كده واقول مون ليسي، مدرستي، يعني عشان انا هوصفها، تمام، مدرستي. جيم بوكو، انا بحب قوي. مون، نشيل الام الزياده دي بس، جيم بوكو مون ايكول، بحب مدرستي جدا. دون مون ايكول، في مدرستي. إليا، يوجد. ان تيران دي سبور، ملعب كوره. ان اون غروند كور، اي فناء كبير. اي ان جيمناز،
ويوجد صالة ألعاب رياضية. مي لكن، إل نيا با لكن، لا يوجد دو بيسين، مفيش فيها للأسف بيسين، اي دو سولف ولا مطعم. طبعا كده بنكون أنهينا الدفوار الخاص بتاعنا. ما ننساش طبعا نكون مركزين جدا في كل نقطة، محدش يكسل، اكتبوا، انتبهوا لحفظ الكلمات، انتبهوا لفهم القواعد، وطبعا في انتظار أسئلتكم داخل الحصص. كان معكم مسيو أحمد عماد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.